يقول السائل: بيني وقع بيني وبين أحد الناس خصومة، وذلك على أمور الدنيا، وكلما التقيت عليه ألقيت عليه السلام لم يرد علي، فأجد في نفسي حرجا شديدا، فهل يجوز لي عدم إلقاء السلام عليه علما بأنه لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي هذا أشد من الذي حصل بينك وبينه. الذي لا يصلي اهجره، لأنه إذا ترك الصلاة متعمدا وأصر على ذلك يكون كافرا، لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد ارتد عن دين الإسلام.